انتهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستنطلق بالخارج يوم الجمعة في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة. تستمر لمدة 3 أيام في 137 مقرا انتخابيا موزعة على 121 دولة. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء وعناوين المقر الانتخابية بالخارج، موضحة أنه يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وموجود بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات أن يدلي بصوته في أي من المقار الانتخابية شريطة أن يكون حاملا لبطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.